هاد اللقاء التواصلي باتق من الاجتماع نتاع السيد الكاتب العام اللي كان نهار الاربعاء، اللي بيّلنا بكل صراحة بأن الوزارة عاجزة على واحد استراتيجية اللي غادي تنهض بهذا القطاع رغم المشاكل، ورغم من كنقولوا قطاع النقل لبنى أساسية في البلاد والشرايين تاع البلاد. دابا راه هذا اللقاء التواصلي الاولى كنشكروا الوزاره اللي قدرت بالمشاكل هي اللي جمعت هذه النقاله كاملين على الصعيد الوطني، وحنا ما كنديروش اضراب لاننا احنا مشغلين ماشي شي غيله، ولكن الوزاره طرتنا باش نعلنوا على الافلاس ديالنا وغنتوقفوا على العمل لاننا مجبرين، ويوم 14 ان شاء الله رحنا في وقفه احتجاجيه على المستوى الوطني. المطالب ديالنا وهو تفعيل محضر الاجتماع اللي كان مع السيد الوزير اللي احنا التزمنا، وكانت عندنا كلمة شرف باننا يكون تعليق الاضراب قبل 12 تاع الليل، والمسائل اللي كتعلق بالوزارة في الشخص تاع الوزير غتحل في 15 يوم، والمشاكل اللي عندها وزارة اخرى غادي تكون في 3 شهور. واني مع الاسف راحنا السنة دازت ولا صوت اللي ما ينادي. احنا كنعاني من هذا القطاع بان الوزاره الروسيه ما التزمتش بالوعود اللي عطاتنا، وداك الشيء اللي كنا كنتمناو وما شفنا والو. هو الوزير من اللي احنا من ضمن الهيئات 18 هيئه اللي رفعت الاضراب وعطانا وعود كاذبه، قال لك بان عاود 15 يوم غادي نحلوا هذه المشاكل. الى يومنا هذا الوزاره كتماطر علينا وكتجرجر فينا. احنا اصبحنا اغلبيه النقاله اصبحوا مفلسين، وكنحملوا المسؤوليه الكامله للوزاره الوصيه على القطاع. عندنا الوقفه ان شاء الله نهار 14 في الشهر كنثبتوها، و14 و15 ان شاء الله قابله للتجديد. علاش؟ لان الوزاره متعنته، الوزاره بقى ما وصلت معنا حتى شي حلول، لا في البرنامج التعاقدي، لا في المسائل القانونيه. كاين مسائل قانونيه خاصها تطبق. النهار اللي تحرر النقل في 2003 كانت قوانين ديال بيان الشحن، هذا قانوني بالنسبه للحموله قانونيه. اليوم عرف واحد يوم وطني اللي عرف فيه حضور ديال جميع المدن المغربيه، على ذيك المثال مدينه اكادير، مدينه وجده، مدينه طنجه، مدينه جديده واكثر فاكثر. اليوم عرف واحد يوم غادي يبقى في التاريخ ديال قطاع النقل، لان هذا اليوم اول مره كيجتمعوا فيه رؤساء الجمعيات، رؤساء النقابات، ارباب النقل، كلشي اجتمعوا على كلمه واحده هي هذه الكلمه، بحيث الوزارة موفاتش بالوعود ديالها، بحيث كانت ترفع إضراب على محضر وذاك المحضر موفاتش به الوزارة لمدة سنة. اليوم اتفقوا باش نهار 14 و 15 يكون إضراب 48 ساعة قابلة للتجديد. مطالب ديجا عند الوزارة، الوعود ما طبقات. اليوم حنايا كان مطالب عندك الغازوال بروفيسيونيل، تفعيل الحمولة الزائدة، مشاكل ديال لوطوروت، تجديد الحظيرة، عدة مشاكل، لأن هذه المشاكل كل عام كنذكروها، اليوم وصلت الأجل ديالها. أما غادي نتبعوا كنبقاو كناقلين، أما اليوم نحطوا السوارت والكاميات ونجلسوا الأرض.